Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جمعنا في هذا اليوم الكريم. وبعد، فإن الزواج آية عظيمة من آيات الله تعالى، وشعيرة من شعائر دينه القويم، ونعمة من أعظم نعمه على عباده. وقد خلق الله سبحانه وتعالى لنا أزواجا من أنفسنا لنسكن إليها ونأنس بها، وجعل بيننا مودة ورحمة. يقول مولانا الحق سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. وقال جل شأنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعلى سنة الزواج ومكرمته مضى الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الزواج، وحث عليه وأمر به، وقال: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى ما فيه من عظيم الأحكام، وله الثناء على ما أولانا كرما من طهارة جعلها للزوجية مبدأ، وعفة تبعث فينا طمأنينة وسكنا، وحكمة فاضت هداية ورشدا. سيدي جلالة الملك المفدى وعميد البيت الهاشمي الأوفى، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة، أيها الجمع المهيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما أعطره وأبهجه من مساء، وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين فيه، وما أسمى حنو الأب بكل معانيه، وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه، وما أفرحه برضاه ما بعد باريه، وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها، وما أوضحها على جبين الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، وما أشرفها في قلوب الهاشميين وأغلاها. فهنيئا لأبي الحسين بولي عهده ونور عينه ونتاج تربيته، وهنيئا لأم الحسين بمن أرادته سندا لأبيه ووطنه وأمته، وهنيئا للأردن العظيم بابنه البار وريث الأخلاق والشيم عن أسلافه الأطهار طيب المعشر وجابر الخواطر، شأن أبيه وذويه وأجداده الأكابر. ومبارك زواجه بكريمة الأصل وحسيبة الأهل، محبوبة أبيها وغالية أمها، رجوة اللطف والود ووجه الخير.